ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده، فيديو النهارده كلكم هتحبوه. النهارده هنتكلم عن البشره الدهنيه ومجموعه ستارفل وتجربتي معاها وتجربتنا في البيت كلنا، لان معظم بشرته دهنيه. فلو مهتمين تعرفوا كملوا الفيديو للاخر، ما تنسوش لايك للفيديو ده وشجعوني علشان اكمل. وكل اسبوع هنزل فيديو يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 10، فتابعوني وفعلوا الجرس، دوسوا على كلمة اشتراك وفعلوا الجرس على كلمة كل او اول عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان تتابعوني اول باول، وبحب اخد رأيكم في حاجات كتير، وكمان تشوفوا الاوتفيتس بتاعتي بنزلها هناك. بس كده كملوا الفيديو. اولا كده انا بشرتي جافة جافة جدا، فانا بستخدم غسولات تانية خالص. فانا مش موضوعنا النهاردة، انا هقول لكم تجربتنا في البيت، لان اختي واخويا وماما بشرتهم دهنية وفي بيطلع فيها حبوب كتير، وبالذات اخويا وماما. المنتجات دي احنا جربناها وبجد كانت حلوة، يعني فرقت بسيط مع بشرتهم كده. اول حاجة الغسول بتاع ستارفيل، انا مش عارفة هو الكاميرا هتبان لكم مظبوطه ولا لا، بس ده شكل ستارفيل، ده شكل الغسول. الغسول ده عبارة عن فيه زيت شجرة الشاي وفيه بانسينول وفيه حاجات كتير جدا وفيه جليسوليد، بتغسلي وشك بيه الصبح. الغسول كنت جايبة المجموعة كاملة، كانت المجموعة ب150 جنيه، الصابونة والكريم والغسول. هي كان سعرها كويس ومناسب بالنسبة للإفكت بتاعها. هي ما كانتش اجمد حاجه قوي يعني، بس هو حلو للبشره الدهنيه. بس هو مشكلته الوحيده ان هو كان بينشف البشره قوي. ماما كانت بتقولي كده ان هو بينشف بشرتها، تحس ان بشرتها جافه بالذات بعد الصابونه. يعني عايزه اقول لكم الصابونه اصلا المنتجات دي كلها ما استخدموها، الصابونه ما بقاش منها غير الجزء الصغنون ده، والعلبه بصوا طلع عينيها اصلا. الصابونه دي لو بشرتك فيها حبوب كتير جدا جدا جدا، تغسلي كل يوم، هي مره واحده الصبح مره واحده بس، وبتغسليها ولازم ترطبي وشك بعدها، لان هي بتجفف الوش جدا. هي زي ما يكون بتمنع ان يطلع حبوب اكتر، فبتنشف الحبوب دي عشان تتعالج. فانتوا بتستخدموه مره واحده ده، وبعد كده مرطب او صن بلوك لو انتوا نازلين. والغسول ده بيتغسل بيه مره واحده برضو، ممكن بالليل قبل النوم علشان بشرتك برضو ما تجفش قوي، فتستخدميه مره واحده. يعني مره تستخدمي الصابونه ومره تستخدمي الغسول. طبعا هو بيدي افكت حلو، ان انت بتبتدي الحبوب تنشف. بس اهم حاجه لازم تجيبي مرطب للبشره الدهنيه، مرطب كويس زي مثلا مويست او كريم اسمه بيبانسين، ممكن احط لكم صورته في الجنب. دول من اكتر المرطبات الحلوه للبشره الدهنيه، مش تقيل على البشره وخفاف كده وطبيين. ابعدوا خالص عن كريم بانسينول او اي كريم تقيل خالص، ابعدوا عنهم، لان دول بيعملوا حبوب للبشره الدهنيه. فده الغسول. ماما يعني لو باين ماما مخلصه جزء لحد هنا، كويس بالنسبة لسعره. هما التلاتة كانوا 150 جنيه. في حاجات كتير قوي للحبوب، فلو انت بشرتك معرضة للحبوب استخدمي الغسول ده. هو الافكت بتاعه كويس بالنسبة للبشرة الدهنية. وعشان في زيت شجرة الشاي، زيت شجرة الشاي ده بيقلل ظهور الحبوب وبيجففها، فهترتاحوا عليه ان شاء الله. وكمان لما بيطلع عندك حباية بتحطي من الكريم بتاع ستارفيل ده، هو برضو فيه تي تري اويل لان فيه زيت شجرة الشاي. ده شكل العلبة، احنا مخلصين برضو. انا لما بيطلع لي حباية في اي حتة بتحطي عليها منه، بينشف الحباية مش بيشيلها، لا هو بينشفها وبتبتدي تجف 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 لحد ما تقع خالص لوحدها. وبتحطي مرة مثلا او مرتين في اليوم على الحباية لما بتطلع مش وش كله. في ناس بتستخدم ده كمرطب، بس انا بصراحة مش شايفاه مرطب خالص للبشرة الدهنية. هو بس بيجفف مكان الحباية وبيخلي شكلها احسن بدل ما تحمر وتبقى ملتهبة. فده كان تجربتي مع او تجربتنا مع مجموعة ستارفيل، هي كويسة وسعرها على قد الايد. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف كده عليكم ويكون افادكم ولو بحاجة بسيطة. طبعا انا عايزة اقول لكم بتحصل عروض كتير جدا وبتتكرر على طول، يا اما تاخدوا صن بلوك يا اما تاخدوا صابونه تقريبا اظن، يعني مش فاكره قوي. بس ده بيبقى عرض على بعضه في كتير زي 19/11 صيدليات مصر، في كذا صيدليه العزبي، كل الحاجات دي الصيدليات دي بتكون موجوده عندهم العرض ده. فانصحكم انتوا تجيبوه لو انتوا بشرتكم دهنيه ومليانه حبوب او بتقرب للحبوب. الغسول ده بتاخدي جزء منه لما بتيجي تغسلي وشك، وبتحطيه على وش جاف، على بشره جافه، وبتبتدي تدعكي كويس جدا مكان
وشك كله والحتت اللي فيها رؤوس سودا ومسام وحبوب وكده، وبتبتدي تعملي حركات دائرية لمدة دقيقتين، وبعد كده بتبتدي تغسلي وشك كويس قوي بالمية الساقعة مش السخنة، لأن السخنة دي بتبوظ الوش أكتر، وبس كده بتخلصوا وترطبوا وشك. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون سريع وخفيف عليكم. متنسوش لايك للفيديو ده وتشجعوني وتعملوا سبسكرايب في القناة لو انتوا أول مرة تشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان أنزل لكم ريفيوهات لباقي المنتجات اللي عندي ولجميع أنواع البشرات. ما تنسو يعني، مش ناسي حد فيكم خالص. بس كده، لو انتوا عايزين فيديو معين اكتبولي في الكومنتات لو حابين، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.